ما توصل مركز الشرطة وصلتنا الفيديوهات اللي توثق من خلالهم ألفا شنو اللي صار في سبيطار الأطفال في باب سعدون. ألفا صباح الفل ومرحبا بك يا ألفا. صباح النور يا عيشك ربي يخليك. شنو اللي صار يا ألفا في سبيطار الصغار في باب سعدون؟ انت توا من الأربعة الصباح حتى التوا تقريبا أربعة سوايع تعدي وفيهم برشا أحداث. شنو اللي صار؟ من مع ثلاثة ونص مش من الأربعة، من ثلاثة ونص وأنا التوا في المركز ومعايا بيبي عمره عام والتوا بالسخانة ديجا هو وقت هزيته سخانته فوق الأربعين والتوا لا هزيته للسبيطار لحد جاي هزيته باش نعدي عليه في السبيطار. ما فهمش كيف ما فهمش ألف. أنت في المركز تاو؟ أي في المركز. أنا فاش تعمل في المركز؟ إيش هزك المركز؟ مشيت مش كبير، ضربوني ضربوا راجلي ضربوا خويا وراجلي راسه محلول بالدم وخويا كيف كيف فيق وراسه كلها بالدم. ما هما مطيشين في المركز، احنا جينا نشكي ولينا مطلوبين تويكا. شكون هذوما اللي ضربوا راجلك؟ جماعة السيكوريتي هذوما اللي في سبيطار باب سعدون. علاش خاطر تمشي تقول وين تبيب؟ تحب تبيب باش يعديلك على ولدك، خاطر ما ثلاثة يمكن راقدين يمكن ما نعرفش وينهم هما وقتها ما فما حد. في الاخر كي تجي انت تعيط تحب تبيب ما تلقى حد، جي تصور انت باش تضحهم باش توري الحاله اللي في تونس كيفاش وصلنا. إيه في الاخر معناها لا تحلى يا ولد ضربونا ضربوا راجلي وضربوا خويا على خاطر نصور فيهم، يحبوا يفكوا التليفون يكسروا لي التليفون باش ما نصورش انا الحاله نتاع السبيطار وقتها. ولدي في يدي عمره عام يبكي بسخانته وهما يضربوا فينا يكسروا في التواول ونحيوا في السقين متاع التواول يضربوا فينا بالعصي ويجيبوا يخرجوا يجيبوا عصي ويجيبوا الحردة ويضربوا فينا مش نورمال. حصرونا في الكورة شكونهم بربي يا ألفة تولي تحكي عليهم؟ هذوما اللي هجموهم هذوما اللي السكرتي متاع فرقة سعدون ومعهم فريم. لا أنا مصورتهم الكل وجوهم ما نعرفش حتى الفيديوهات وصلتنا هي ديجا وموجودة الفيديوهات بيان سور. أما بصراحه موقف غريب وعجيب برشا. معناها انت اصلا شو اللي وصلك انك تهز التليفون وتصور؟ خاطر ما لقيتش شكون يسمعك، ما لقيتش شكون يتفاعل معك. ما فماش حتى واحد. عم نعيط لهم جيبوا لي تبيب. ولدي تخيل انت ولدك عمره عام سخانته فوق الأربعين كيف يدك وما فماش تبيب، ما فماش حتى واحد يجي يشوفه. تجي واحده تشوفه هكا تقلبه بصباحها هكا قش عليه تفشه وتمشي تقول لك اعملوا تحاليل. كتبت لي ورقه تحاليل. طيب شوفوا طيحوا فما تفاعل معك ساريا يا ألفا؟ علاش تقول هذا من الاول؟ هذا من الاول جاتك كيكه ومشات ومن بعد نستنى فيها على اساس باش ترجع باش تطيح له سخانه. احنا علاش هزين البيبي للسبيطار باش تطيح له سخانه؟ فهمت؟ ما مشات ما رجعتش. عم نعيط لهم جيبوا لي تبيب يا ولادي تبيب وهم اصلا خرجت هي ما فماهاش غاديك ما فما حتى واحد. ما جاء في الاخر كي قمت انا نصور انه كيفاش ما فهمت تبيب في السبيطار نتاع صغار يعني الكاريجون هذوما. وقتها هو جاء تهجم عليا كيفاش انه انا نصور ونصور فيهم وكل شيء ويحب يضربني ويحب يفك لي تليفوني ويكسروا. فدخل بتبيع دخل راجلي وخويا فهمت انه ما خلوش يضربني. فقامت هكاك بدا يعيط لصحابه جاء راجلي لبناني عم يقول له يحكي باللبناني. راجلي منطا عنده ثلاثة شهور بحذاه عم يقول له لبناني كسر له ساقي باش ما عادش يرجع. تخيل انت يعني انا نجيب راجلي في هوني لتونس باش يضربوه ويقول كسر له عليه شنو عمليكم اصلا علاش باش يكسر له ثقيبته ما عادش يرجع عليه جاي يضربكم؟ واضح انتم ديجا هاكم قاعدين تقوموا بالاجراءات اللازمه، هاكم موجودين في مركز للامن باش تقدموا اشكايه وسمعنا الروايه نتاعك بيان سور في اطار التفاعل معاك على خاطر الفيديوهات بالحق انتشرت انتشار النار كما نقولوا. شو اللي قاعد يصير بالضبط؟ شو نقول لك؟ ربي ساعة يلطف بولدك وان شاء الله لاباس. امين. واكيد تو فما تحقيق وفما بحث وفما شكاية والامور تاخو المجرى نتاعها الطبيعي. شكرا لك ألفا وان شاء الله نهارك سعيد.